نهاية كانون الحالي موعدا لاستلام الملف الأمني من قطعات الدفاع والحشد. في الذكرى الثانية بعد المئة لتأسيسها، تستعد الشرطة المحلية وقوات النجدة والشرطة الاتحادية لاستلام الملف الأمني خلال الشهر الحالي في مدن صلاح الدين، وبدايتها ستكون من سامراء بعد 10 أعوام من سيطرة قطعات أمنية من مختلف الصنوف والتشكيلات، لتكون المحافظة 6 التي سينقل ملفها الأمني إلى قوى الأمن الداخلي. برنامج معد من قبل وزارة الداخلية، والآن باشرت الأقسام بالعمل بهذا البرنامج، وأن تكون كل مديرية قسم هي تدير الملف الأمني ضمن القضاء أو ضمن الناحية إن شاء الله. سامراء ماذا عن سامراء؟ سامراء تشكلت قيادة عمليات تابعة لوزارة الداخلية في داخل سامراء، وسيكون المرحلة القادمة هي استلام الملف الأمني. ممارسات أمنية تجريها الشرطة المحلية في سامراء وتكريت أسبوعيا، فضلا عن زج 1500 متطوع جديد تتراوح أعمارهم بين 18 و25 بعد اجتيازهم الاختبارات كافة ضمن استراتيجية إنهاء عسكرة المدن. عملية استلام الملف الأمني من قبل وزارة الداخلية في سامراء خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح، ولكن نأمل أن تكون هنالك خطوات لاحقة تتبعها، هي تخفيف إجراءات الأمنية في مدينة سامراء، ويعني نصب استبدالها بكاميرات مراقبة ويعني انسيابية بالحركة. خطوة نقل الملف الأمني من الدفاع إلى الداخلية يراه خبراء ضرورة للحد من تكرار الهجمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة التي تحتاج إلى جهد استخباراتي متخصص للتعامل معها. من صلاح الدين محمد قادر، يو تي في.